هي نظرية هرم السلام النفسي، تقولك إن هو بيبدأ بالتقبل وبعدين التسامح، التعاون، الحب، الأمان، الانتماء، نبذ العنف. لما الواحد فينا يوصل لمرحلة نبذ العنف في حياته هو كده وصل لقمة السلام النفسي. ممكن سريعا نشرح السبع مراحل؟ ممكن نقولهم بشكل سريع. هو كل مرحلة أولا في دول عشان الناس تبقى عارفة، هي الأول بتبدأ مع نفسك وبعدين مع الناس وبعدين مع المجتمع أو الظروف يعني، ومفيش مرحلة فيهم ينفع تيجي قبل التانية. يعني لو أنتي واحدة ما عندكيش تقبل مستحيل يبقى عندك تسامح، تمام، ولو أنتي ما عندكيش مثلا تقبل وتسامح مستحيل يبقى عندك تعاون، ولو أنتي ما عندكيش التلاتة دول مستحيل توصلي لمرحلة الحب. تقبل بمعنى انك تقبلي نفسك زي ما انت. التقبل بقى الاول مع النفس، مش زي ما انت في كل الحاجات، في الحاجات اللي انت ربنا خلقك بيها ما ينفعش تغيريها، زي مثلا حد قصير طول معين، هل نقدر نغير في طولنا؟ نلبس كعب او نلبس فلات يعني. مش بنفكرها كده، بنفكرها الناس المرات القصر ده بيأثر على الثقة في النفس. ومرات في ناس بتبقى ذكية كده بتقعد تلعب في الحتة دي عند الإنسان اللي قدامها، لون بشرتك مثلا، طولك، حاجة معينة فيكي، عيلتك انت ما تقدريش تغيريها. ففي حاجات كده لازم بيتدرب الإنسان على انه بيتقبلها زي ما هي، مستحيل ان هو يعرف يغير فيها. وفي حاجات بقى تانية لا انت تقدر تغير فيها، زي العصبية مثلا. هتقولي لي انا عصبية خلاص مش هقدر ان انا اغير عصبيتي، اقول لك لا العصبية، او هتقبل نفسي زي كده، اقول لك لا العصبية انت تقدري تغيري فيها. بعد ما يعني ما بتتقني مرحلة تقبل الذات دي بعيوبها ومميزاتها، الحاجات اللي تقدري تغيريها ومتقدريش تغيريها، بنبدأ بقى ايه تتدربي على تقبل الآخر المختلف عنك ومتشابه معاكي، الجنس الآخر مثلا، انتي بنت هو ولد، في ناس مثلا بتعرفش تتعامل مع الجنس الآخر، حد مختلف عنك في الجنسية، حد مختلف عنك في ديانته، مسلم مسيحي وهكذا. وبعدين بقى تبدأي تتقبلي الظروف المجتمعية، يعني مثلا تقولي ان اي بلد في الدنيا ما بتبقاش على حال واحد، ممكن يبقى في حالات ups and downs. وهكذا، ده التقبل.